اول حاجه بغيت العيالات يفهموا يسمعوا بعدا كاين ويفهموا. اي غنبداكم بواحد القصه بسيطه. واحد القصه مشوقه انت كنت حكيتي لي قبل. وباش ما نخبلوا يعني ندخلوا على كاع المستمعات ياخذوا الفكره من الحضاره ومن التاريخ. الوغ سمعوا الله يرحم والديكم. الملكه الفلانيه فلانه الفلانيه في اواخر القرن السابع عشر شرفات تكمشات ما فين ما تشوف راسها في المرايه تتفقص تتمرض دخلت في انهيار عصبي ولا تسد عليها هي اللي كانت بالحفلات وكان كل شيء تيبغيها بالجمال وراها مالكه ما شاء الله كانت معروفه بالجمال ديالها ياك الور شرفات كمشات رجعت عقيريشه ياك ما حملاتش راسها فين ما تشوف راسها في المرايه تتفقص تتمرض تلقات البراح اللي جا دواني نوزن الوزن ديالو الوزن ديالو نعطيه ليه في المقابل ذهب يعني الوزن ديالو كله ذهب الذهب هذاك اللي جاي دواني الناس سمعوا هذا الشيء من الغد العشرات في الصباح وفي العشيه وبلي تيجيوها اللي اطباء واللي ايربوريست العشابه وتيجيوها جميع الناس اللي هذا كل شيء باغي يربح الذهب اليوم غدا اليوم غدا عامين متابعه فين ما تطل على هي على وجهها في المرايه تتفقص وتمرض حتى ولات تسد عليها البيت ما بقاش باغا تخرج طلع عليها الزعل وهي تطلق البراح قالت لهم الناس اللي جاي داويني وما داوانيش ندخلوا طول عمره للحبس يا تعطيه مثقل الوزن ديالو ذهب يا تدخلوا للحبس الا ما داوهاش حيت طابت مسكينه الله يكون في عونها الور مده ست شهور ما بين ما جاها حتى واحد ما دق الباب ديالها حتى لواحد النهار واحد السيد السلام عليكم وعليكم السلام طقطق اش بغيتي بغيت الملكه لاش بغيتيها وبغيت لك نداويها ضد الشرف ديالها التجاعيد ديالها تكماش بون صبر اخويا هنا مشاو قالوها ليها قال لهم هذا السيد تهمني جيبوه جابوه قالت لي واش عرفتي الشرط ديالي؟ قال لها معلوم ما عرفت الشرط ديالك يعني الا ما حياته غيبقى من 50 هي الا ما داويتكش دخليني طول عمري للحبس قالت لي انت اللي بغيتك بدا تعطيها دي تيزان تشرب اليوم تشرب غدا الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث وهي ما عارفه شنو هاد ما عارفاش اش كاينه اش يعطيها تتشوف راسها في المرايه تيبان لها بدات تجبد شويه اليوم غدا ولات حاضيه راسها الله اليوم مشات التكميشه كون نهار تتجبد هي تاكد وفرحات داكشي عطى نتيجه الله يرحم والديك طارت بالفرحه الور خرجت من البيت ديالها حلقات دارت الحفلات الناس كلهم شافوا ايه فعلا الملكه تغيرت وبدات تتصغر الفرحه ديالها مع التحت عيطوا قالت لهم عيطوا على هذا السيد جا هذا السيد قالت له فعلا انت عندك الحق عبروه وزنوه وداك الشيء اللي جا في الوزن ديالو عطاوه ليه ذهب عطاوه الذهب ديالو هو فرحان هي فرحانه حتى بغى يخرج تقول لي اجي لهنا ما تبيعش السر ايه ما تبيعش لي هذه الوصفه ديالك هذه لا فورمول قال لها ايه اش بغيتي دور رجوع على اليمين دور رجوع على اليسار هز راسه الفوق بقى يشوف قال لها بغيت هذا القصر قالت لي خوديه وردته لور شريف ايه اذا اعطيني السر ديالك اعطيني الوصفه اش كنتي تتعطيني؟ قال لك تنعطيك اليازير وشنو اخر؟ واليازير وشنو اخر؟ واليازير اويلي انت هذا الوقت كله تتعطيني غير اليازير قال لي انا تنعطيك غير اليازير وكيف اليازير على طول الشوف ديالهم وموجود سيت اون بلونت كي فيلغار وموجود بكثره مع الوقت تهملات هذه الوصفه وتناسات اذا انتم العيالات فهموا الحكمه والسر في كاس العافيه لي ميور بريز اورال كوم اونتي ريد سي لو رومارا يعني يشربوه على شكل تيزان يعني الله يعطيك الصحة ميها دافية ونخليه حتى كيطلق ومن بعد كنشربوه وراه هو مقاوم للتجاعيد وتعطي التألق اللي كتمناه كل مرة إذا شوقتينا دكتور جمال اليوم غنهضروا على اليازير ألور غنهضروا دابور على استعمالات اليازير في تداوي الأعشاب الطبية المغربية والمعرفة الشعبية اليازير تسمى أزير يازير الكليل إكليل الجبل باركلا هذا في لوريونتال ماروكان وتتسمى حشيشه الرنب في تيسيمت. الور عندنا نفس الاستعمال في جميع انحاء المغرب. تنصبوا عليه الماء الساخن حتى الغليان على الاوراق بيان سور ويترك خمسه دقائق ثم يصفى ويشرب كمطهر للمعده ومنشط للاكل. دونك عندنا ميم يوتيليزاسيون بارتو او ماروك لانفيزيون دي فوي اي يوتيليزي كوم ابيريتيف. اشنا ابيريتيف؟ كي ستيمول لابيتي وكي تونيفي ليستوما. دونك عندنا الازير تينبه الوظائف الكبديه دونك اختصاص الكبده وتيوظف الوظائف تينشط الوظائف ديال المراره دونك عندنا اليازير تيسهل عمليه الهضم انا نعود بشويه عندنا
إذا سهل علينا عملية الهضم، تينشط لنا الوظائف ديال الكبدة، تينشط الوظائف ديال لابيل ديال المرارة. تنستعملوا حنا في المغرب خاصة لحد وتسهيل الدورة الشهرية عند النساء، خاصة تيستعمل. وحنا راه في نفس الوقت راه تنجاوبكم انتم مستمعينا، بمعنى ان اللي عنده هاد المشاكل او هاد الاعراض للمشاكل راه الازير حكمة في ازير. الله اللي عنده مشاكل ديال الدورة الشهرية تتقول كتجيب الالم. اللي الاسئلة كتجينا كثير ديال الكبد اللي كيكون عندهم احتقان كذلك حتى في التبول، شنو السبب؟ لان ما كيشربوش السوائل وحتى التطهير ديال الكبدة راه في الازير. كمل الدكتور. الو، عندنا هذا استعمال، هذا الشيء اللي تنستعملوه حنا المغاربه علاش تنستعملوه؟ عندنا استعمال خارجي في المغرب كنت تنستعملوه، علاش؟ المسحوق ديال الورق ديالو تيلحم الجرح، الجرح تيلحم الجرح دونك اختصاص الجرح ومطهر. مثال بسيط، حنا عندنا في العروبيه ملي تنختنوا شي واحد الدراري تيشدوا اليزير تيطحنوه تيشدوا الغبره تيدردروا عليه باش سي تان اونتي سيبتيك دونك تيفتك بالجراثيم وكلشي ولاحم الجرح دونك عندنا الورق الجاف راه تنديروا حتى للصوفه باش الورق ديالو الناشف تنديروا للصوفه باش يحميهم من الليميت من التونيا وكلشي. الروح ديال اليزير مع الزيت راه ضد الروماتيزم وضد السياتيك، هادشي علاش تيستعملوه المغاربه. ايه الور سمعوا، الاستعمال عند النصارى دونك لا فارماكوبي اوكسيدونتال. ايه عندنا اول حاجه ضد لاستيني، لاستيني هي لا فيبليس جينيرال، هي العياء تام، العياء والارهاق، السخفه والعياء. عندنا ضد السيرموناج فيزيك اي انتيليكتويال، وعندنا ضد لا بير دو ميموار اللي بمعنى الارق، العيا الجسماني وديال الدماغ والعقل وكل شيء، فقدان الذاكره، هذا اليزير. يعني العيالات خصوصا اللي كيقول لك انا كنحط الحاجه وما كنعقلش عليها فين درتها، ما عليها غير بلازير دكتور جمال. ولكن اليزير الى ايبر تونسور تيطلع التونسيون، اللي فيه التونسيون مرتفع ممنوع عليه ياخذ اليزير. دونك هو صالح ليبوتونسيون. دونك الرجال غيهمهم اليزير بزاف، هذه معلومه خاصه للرجال اللي كيسمعونا، معلوم حيت اختصاص للضعف الجنسي. اها الور اليزير قلنا ضد العيا، ضد السخفه، ضد اللي كيحس براسو عيان ومرهق النهار كله وماشي جسماني وديال المخ والعقل وكل شيء. دونك فقدان الذاكره وضد الضعف الجنسي. ضد لازم البرونشيت كرونيك، الكوكلوش، لا غريب، دونك ضد الربو، الضيقه، البرد في الصدر، لا غريب، اللي عندهم مشكله البروديه كامله، هادشي كله كيفيدهم الازير. ضد اوسي لانفيكسيون انتستينال، لي كوليت، لي دياري، بمعنى عندنا عدوى المعده، الاسهال، المعده مرهره، صداع، الوجع، لا فلاتولونس، دونك الغازات في المعده وفي المصرع. وهادو كيجيبون عليهم كثير ديال رسائل اس ام اس دكتور جمال، الله يعطيك الصحه. الاغلبيه ديال الناس عندهم الكرش، اللي بغى الكرش تحيد فونتر بلا وبغى داكشي راه اليزير، اليزير اللي عنده الغاز في المعده او في المصران ها هو اليزير، يعني بدون اضافات بوحده وممتاز. دونك اليزير اختصاص الكبده، دونك هو ضد ليباتيزم، التهاب الكبدي. اليزير ضد العياء التام، الاراق والعياء الجسماني وديال الدماغ والعقل وديال فقدان الذاكره. اليزير تيرفع الضغط الدموي، صالح للضغط الدموي المنخفض، دونك اللي طايح ليه التونسيون هو اللي ياخذ اليزير، واللي مرتفع ليه التونسيون ممنوع عليه ياخذ اليزير. اذا اللي عنده التونسيون ولا عنده الضغط الدموي ما ياخذش. الله يعطيك الصحه. صالح للضيقه الربو، البرد في الصدر، لا غريب، صالح للعدوى ديال المعده، الاسهال، المعده مهرهره، صداع والوجع في المعده، صالح للغاز في المعده وفي المصران، صالح للالتهاب الكبدي، العدوى ديال الكبده. الور هنا وقفنا ضد ليكتار، ليكتار بار ايباتيت اي بار اوبستركسيون، ضد لا سيروز دو فوا وضد ليتياز بيليير، بمعنى الحكه الناتجه عن عدوى الفيروس، وهذا مشكل مطروح للناس بزاف بزاف ديال الناس كيسالوا على هذه القضيه هذه الحكه. وتنتوصل انا بزاف ديال هذه الرسائل. هاد الحكه الناتجه سواء على العدوى ديال الفيروس الهيباتيت ولا على انسداد ديال العروقه ولا ضد التشمع الكبدي ولا ضد الحجر في المراره. دونك اللي عنده الحجر في المراره عليه باليزير. كاينه حتى واحد الوصفه اخرى سهله وزوينه، نص كاس زيت البلديه قبل الفطور قبل النعاس، رحمه تحيد الحجر من المراره وكل شيء بيان سور. هذا وما تنساوش زيت البلديه راه الويل دا ريبرودكسيون، راه كلها فيتامين او. دونك عندنا ضد لا ديسبيبسي اتونيك، بمعنى لا ديجيستيون ديفيسيل او دولور غاستريك، تعسر الهضم،
وضد المغص المعده والصداع وكل شيء. اذا هاد الاشخاص كلهم اللي حنا تنسردوا الحالات ديالهم راه كيفيدهم الازير. الله يعطيك الصحه. ضد الروماتيزم، ضد لاغوت اللي عنده لاغوت لا سيت اوريك انك سي دا سيت اوريك دون لو سون. دونك ضد الصداع والوجع ديال الدوره الشهريه. أيه. هنا فين تنتلاقاو مع التداوي بالاعشاب الطبيه المغربيه. هنا. دونك ضد لا ديسمينوري ولا ضد لي ريغل دولوروز. ضد لا ميغران الشقيقه. شحال من واحد عنده شقيقه. عليكم باليزير. ضد خاصة ضد لافيكسيون دو سيستيم نيرفو، ضد ليستيري، ضد ليبيليبسي، ضد لي سيكال دو باراليزي، ضد لا فيبليس دي مومبر. بمعنى العدوى ديال المخ، الصرع، الاثار الدائمة اللي تيتركها او اللي تيخليها الشلل، ضد ضعف الاعضاء الرجلين واليدين ما تنسمعش مزيانة. الور ضد الانتفاخات والتوترات العصبيه الهيجانيه. ها أيه. دونك الانفعالات. كاين بزاف الناس اللي كينفعلوا يعني كيكونوا عصبيين مفاعلين. اللي عايشوا ريو ريو نازلين والفم ناشف والحاله حالة الله. دونك ضد هالتوترات كلها. ضد اوسي التاثيرات على القلب الناتجه عن التوتر العصبي ولا الدوخه. الناس اللي كتجيهم الدوخه بزاف اللي كتجيهم اليزير. الناس اللي تروب الكاردياك يعني الدوخه نقدروا نعطيوها حتى المراه الحامله اللي كتجي هاد الحالات ديال الدوخه. المراه الحامله ما نعطيوها حتى حاجه. المراه الحامله نعطيوها غير ربع ولا نص معلقه ديال الكمون صافي. الله يعطيك الصحه. اذا بالنسبه للحالات قلنا ديال الدوخه ما عليكم غير بالازير، هذا بالنسبه للاشخاص العاديين. اما المراه الحامل تباعد تماما من الازير، قلنا ان ما عليها غير ب شنو اربع معلقه ولا نص معلقه ديال 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 الكمون. انا جاوني شحال من الحالات العيالات اللي قل من ثلاث شهور تيطيحوا بنادم. ايه. درت البحث تاعيت في الاخر عطيتهم غير الكمون الحمد لله تيعطي نتيجه فعاله لواحد الدرجه كبيره. دونك هذه الاغلبيه ديال 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 الامراض اللي تداويها اليزير. اليزير عشبه وحده، ما نساوش اليزير راه صالح للشعر، سي اون بلونتي ديال الشعر. هادشي اللي كنت غنقول لك، يعني الجزء الثاني غنخصو التجميل بالازير. ما شاء الله راه كاين فيه كثير الوصفات للشعر للبشره للجسم والاكل. في الاكل اللي راكو في لي بات وفي الميور جامبون راه اشناهو عاطينو الدخان، الدخان ديال فومي اباز دو رومارين. دونك صالح بزاف الحوايج، لا الماكله ولا الدواء. الالتهاب الكبدي وهذا مهم بزاف. ويلا انا قبل ما ندخل لهنا اللونتين راه توصل ثلاثه المكالمات كلهم تيهضروا على ليباتيت فيرال سي. دونك هذا والموالي ليباتيت فيرال سي بين عريضتين. ما تنساوش الله يرحم والديكم رقم العشبه رقم واحد ليكم هي الخرشف، الاوراق الخرشف اللي تلوحوا. دونك قلنا ضد الحكه الناتجه عن عدوى الفيروس الايباتيت او انسداد ديال العروقه او التشمع الكبدي اللي سيروز دو فوا ولا ضد ليتياز بيليير الحجر في المراره. تعسر الهضم، ضد المغص المعده والصداع، ضد الروماتيزم، ضد لاغوت، ضد صداع ووجع الدوره الشهريه عند العيالات، ضد الشقيقه، ضد العدوى ديال المخ، ضد الصرع، ضد الاثار لي سيكيل اللي تيبقاو. دونك على اونيمي بلاجي باسي لا توتال. دونك مشاكل ديال بدايه نسيان، ضد ضعف الاعضاء الرجلين. انا يلاه البارح جا عندي ثلاثه عندهم هذا المشكل. دونك يجوا عندي حالات خاصين. اليزير نافعهم لواحد الدرجه كبيره. ضد انفعالات الهيجانيه والتوترات العصبيه الكبيره. اختصاص لهم اليزير. الدراري الصغار دونك هضرنا على ليستيري اونفونتيل ياك. ليستيري اش غنقدروا نسميوها؟ ضد الدراري الصغار اللي هايجين اللي تقول لهم الحماق تيركبهم كل شيء تيهدنهم وكل شيء. دونك اليزير ممتاز في هذا. قلنا ضد الدوخه اوسي. اليزير قلنا عشبه اساسيه ضد تساقط الشعر. دونك اليزير علاش اليزير؟ حنا بلاد اليزير، واليزير عندنا جوج فرانك، وعندنا احسن يزير في الدنيا، وعلاش ما نستعملوهش اختي؟ اييه علاش ما نستعملوش؟ في فوائد خلينا كل واحد اقل هي شي. نعطي مثال بسيط، سا سي في الاروماثيرابي. اقل هي شي ناخذوا واحد الكاس ديال الزيت البلديه ندفيه نديروا فيه واحد 10 نقاطي ديال الروح ديال اليزير وندلكوا به المفاصل اللي دارين راه من ذاك الشر فيه. ما تنساوش اي روح راه سي ان انتيسيبتيك وانتيبيوتيك فيروس. دونك اي روح ديال عشبه راها مضاد حيوي فتاك بالجراثيم. اذا حنا خدينا فكره دكتور جمال على عشبه الازير.